في هذا الزقاق الضيق وخلف أبواب محلات الجزارة هذه هنالك خطر يهدد مدينة الموصل. لجنة مختصة اكتشفت أماكن للذبح الخارجي دون رقابة صحية في سوق رأس الجادة بالجانب الأيمن، والذي كان قد سجل في العام الماضي حالة وفاة بالحمى النزفية. جدل ومشادات كلامية بين المخالفين واللجنة كان حول عدم وجود مجزرة قريبة لذبح المواشي فيها. حقيقة تلخص هذه الإجراءات بمكافحة عملية الذبح الخارجي خارج المجزرة، يعني من قبل الجزارين، لأنه هذه تعتبر أحد الوسائط المهمة في انتقال المرض. والحمد لله والشكر محافظة نينوى خالية تماما من هذا المرض، ولكن على المواطنين زيادة الوعي وخاصة الجزارين لوجود الخطر كونهم الخط الأول في الإصابة. اللجنة كانت مشتركة من المستشفى البيطري والرقابة الصحية مع قوة أمنية لإيقاف المخالفين، عثرت على أماكن يصعب وصف مشاهد النظافة فيها، لكن العدسة تكشف الخفايا. أول شيء بعيدة، اثنين مكترضة هيك ما شلون من كان كل الموصل عليها، تصور بالثنتين بالليل لكن تروح وما تلحق، ايمتى واحد يروح؟ والله الليل ما عم نام بالثنتين بالليل، يعني اروح ادحق من السيارات اهل على واقفة. ثلاثة خطوط دفاعية اتخذتها المحافظة لمنع وصول هذا المرض الى نينوى، منها متابعة الذبح خارج المجزرة وتقييد حركة نقل المواشي بالإضافة إلى عمليات التعفير، كلها جاءت من أجل بقاء نينوى بيضاء في سجلات الإصابات. حملة كشفت الكثير من المخالفات وكشفت عن قلة الوعي لدى الجزارين والذي يشكل أكبر خطر في انتشار هذا المرض. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.